اليوم عندنا النقوش الإسلامية. النقوش الإسلامية كثيرة عندنا ترى، لكن وش مشكلتها؟ عدم التاريخ. يمكن قبل 100 سنة 200 سنة ويمكن يكون بعد الإسلام، لكن زي النقوش المؤرخة هي اللي يعطي قيمة للنقش. زي النقش هذا، شوفوا مكتوب بسم الله، هذا ما كتبه مسلم ابن علي الفزاري، لأن فزارة كانت هذه منازلهم سنة 74 و100. يعني التاريخ هذا هو زبدة النقش. دائما يجينا صور نقوش إسلامية إذا ما هي مؤرخة ترى يعني يصير يقل قيمته، لكن صار مؤرخ تزيد قيمته. هذا دليل إن فزارة كانت من بني أسد يا أبو حمود، هم ولا لحالهم فزارة لحالهم، هذه مواطنهم. فهذه يثبت موطن من مواطن فزارة. بنقرب له، نحط عليها اليد. طبعا هذه واضحة، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ترى ظهر وشمس ما شوف. هذا ما كتبه مسلم ابن علي الفزاري سنة 74 و100. هذا النقش زي هذا يعتبر له قيمة. السبب القيمة النقش هذا هو هذا التاريخ، والفزاري إثبات أن هذا مواطن فزارة. لأن لما تذكر بالشعر العربي بالقصص منازل فزارة يتناقشون البلدانيين، هذا إثبات أنهم كانت هذا جزء من مواطنهم أو مواقعهم اللي كانوا يسكنونها قبل هجرتهم للمناطق الشمالية. وشكرا للجميع.